المهندس عادل كان المرة اللي فاتت الحقيقة، وأنا بحيي فريق الإعداد لأنه منحازين للمهندس عادل قوي، مهتمين بيه من أول ما رجع من العمرة، دعالهم فيبدو إن دعالهم إن هم يسمعوا كلامه. مجرد ما اتكلم في الحلقة اللي فاتت عايزين نطمن على أولادنا المصابين، عايزين نعمل مراجعة للكشف بتاع المستشفى كله، عايزين نبقى عارفين مين من اللعيبة إمتى هيرجع وموقفه وصل لغاية فين. الحقيقة فريق الإعداد مشكورا بالتواصل مع الزميل فاروق صلاح موفد قناة الأهلي إلى زيمبابوي. أعد فاروق تقرير مع الدكتور خالد محمود طبيب الأهلي في زيمبابوي، وسأله عن كل لاعب على حدة وصل لغاية فين وهيرجع إمتى إن شاء الله. نشوف. تحياتي لحضرتك باشمهندس عادل لي والاستاذ ابراهيم المنيسي وكل مشاهدي ومتابعي شاشه قناه النادي الاهلي في كل مكان ومتابعي برنامج كلام في الميديا من هنا من زيمبابوي وتحديد العاصمه هراري ومقر اقامه بعثه النادي الاهلي واستعداد فريق النادي الاهلي لملاقات فريق بلاتينيوم الزيمبابوي في المرحله الرابعه لدوري المجموعات لدوري ابطال افريقيا. مباراه ان شاء الله نتمنى فيها كل التوفيق لفريق النادي الاهلي ولاعبي النادي الاهلي قادرين بمشيئه الله على تحقيق فوز وثلاث نقاط ان شاء الله تضاف لرصيد النادي الاهلي في مشواره في دوري المجموعات من اجل الوصول للاميره السمراء. معي في هذه الأثناء دكتور خالد محمود، واحد من الرجال المخلصين واللي بيبذلوا مجهود كبير جدا مع النادي الأهلي. دكتور خالد، برحب بحضرتك على شاشة قناة النادي الأهلي، وتحيات مهندس عادل القيعي والأستاذ إبراهيم المنيسي لحضرتك. برحب بحضرتك على شاشة قناة النادي الأهلي، ونطمن أكتر من حضرتك على حالة اللاعبين وحالة الأجواء في زيمبابوي. الأول أهلا وسهلا على باشمهندس عدلي، وأهلا وسهلا على أستاذ إبراهيم المنيسي وكل جماهير النادي الأهلي في كل مكان. إحنا الحمد لله إحنا وصلنا الحمد لله بعد رحلة طويلة. الحمد لله بالنسبة للبعثة اللي موجودة معانا الحمد لله مفيش إصابات فيها، فربنا سبحانه وتعالى يكرمنا نتغلب بس على الظروف اللي موجودة البيئية. طبعا يمكن احنا عارفين ان احنا في نص الكره الجنوبي النهارده بنعدي بفصل الصيف، هنا احنا جايين من اقصى البرد عندنا، جايين بنعدي بفصل الصيف، نسبه الرطوبه شويه عاليه، نسبه الارتفاع عن سطح البحر نفس الحكايه بيخلي التعب مع المجهود يبقى ازيد من المعدل الطبيعي. ربنا سبحانه وتعالى يكمل لنا على خير ونكمل السفريه الاخيره لمكان الارض المباراه والتغلب على الاجواء ديت ان شاء الله ربنا يكللها بنجاح باذن الله. دكتور خالد، يعني باستثناء الكابتن شريف اكرامي وهو في البرنامج التأهيلي الخاص بيه، نقدر نقول باستثناء كابتن شريف كل لاعبي النادي الاهلي على حاله عاليه من الجاهزيه، الجميع ان شاء الله جاهز لفريق بلاتينيوم. الحمد لله بفضل الله كله جاهز، وشريف واحد من الشخصيات المقاتله يعني، فاصر انه يبقى موجود مع الفرقه وبيكمل برنامجه العلاجي والتاهيلي بيكمله هنا ان شاء الله معانا باذن الله، على امل ان شاء الله ان احنا نبقى جاهزين لما نرجع مصر للمباراه اللي جايه على طول. دكتور خالد، برضه عايزين نقرب من الامور اكثر واكثر، عايزين نطمن ونطمن من خلال حضرتك كل جماهير النادي الاهلي واسر البرنامج وبرنامج ملك وكتابه. عايزين نتكلم في البدايه على حاله سعد سمير، يعني نطمن على سعد سمير ونتابع باقي اللاعبين، يعني نطمن في البدايه على سعد سمير. كابتن سعد سمير كلنا طبعا شفنا اصيب بعد 10 دقائق او اقل تقريبا من بدايه المباراه. سعد الحمد لله لما اصيب عملنا الاشعاعات الكامله، والاشعاعات ديت ادت لنا تشخيص واضح عن اصابه سعد وانها اصابه هتبقى محتاجه جراحه. تمت مراسلات على انه تتم الجراحه ديت. طبعا كان العامل الزمني خطير جدا لانه الفتره دي في اوروبا كلها اجازات كانت كريسماس، بس في واحد من الجراحين الممتازين المتخصصين في الجراحات الانكل الحقيقه بعد ما تمت مراسلته ابدى استعداده ان هو ينزل حتى ولو كان دوت ليله الكريسماس علشان يعمل الجراحه لسعد، والحمد لله في ظرف 3 او 4 ايام كان هو اجرى الجراحه ديت. الحمد لله خرج بالسلامه، تم التواصل معاه من خلالي ومن خلال الكابتن سيد عبد الحفيظ طبعا ومن خلال زمايل كتير ليه هنا في الفريق. الحمد لله اخر اتصال كان ما بيني وما بينه بالظبط كان من يوم او يومين بالكتير، كان فيها انه الحمد لله اتعرض على الاستشاري. الاستشاري فضل ان هو يستكمل وينتظر معاه لحد يوم الجمعه علشان يحقنه حقن ماده اسمها البي ار بي، ودي حقنه محفزه للالتئام. الجراحه اطمن عليها وقالوا انها جراحه جيده جدا، وطلب ان هو بعد كده هيجي له في المتابعه بعد 4 اسابيع لـ5 اسابيع علشان ياخد حقنتين تانيين وعلشان يطمن على سير اموره، وهيرجع ان شاء الله سعد يوم الجمعه باذن الله بعد الحقنه ديت ببرنامج. البرنامج دوت هيبقى فيه ايه المطلوب منه خلال الفتره اللي هيتواجد فيها في مصر لحد ما يرجع تاني ويعاود الجراح على كده.
هيبقى مطلوب مننا حاجات بالتحديد هنا محددة، حاجات خاصة بعلاجه الطبيعي، حاجات خاصة برفع غرزه، حاجات خاصة بأحواله العادية، بس الحمد لله من خلال التواصل الدنيا والأحوال ماشية معاه كويس الحمد لله. دكتور خالد اطمنا من خلال حضرتك على سعد السبير، نتمنى بمشيئه الله الشفاء ويرجع مره تانية للملاعب واحد من اللعيبه الرجاله. عايز انتقل لواحد تاني من العناصر وكانت من العناصر المهمه والمؤثره في النادي الاهلي، حمدي فتحي. عايزين نطمن على حمدي فتحي وتقول لنا اخر الاخبار وامتى ان شاء الله يرجع للملاعب. هو حمدي كانت اصابته اصابه في الغضروف الخارجي، وفي مصر وبره مصر كان الراي الطبي انه يتم خياطه الغضروف. خياطة الغضروف الخارجي مسألة مختلفة تماما عن قصاصة الغضروف الخارجي، الغرض منها المحافظة على هذا الغضروف على للونج تيرم ريزلتس، يعني على للنتائج بعيدة المدى هي أفضل بالنسبة للاعب، خاصة أن اللاعب صغير في السن وخاصة أن القطع يسمح بالخياطة. فالحمد لله هو تمت الخياطة فعلا. التقدير المبدئي كان لمدة الرجوع هو حوالي 9 شهور، ده التقدير المبدئي اللي اتقال. والحمد لله الفترة الأولانية كان المطلوب من الجراح كان طالب بالتحديد أنه دايما يبقى التدخل فيها قليل جدا لحين الرجوع والمعاودة مرة أخرى لي، علشان يبدأ بعد كده يعدل في البرنامج بتاعه. إن شاء الله بإذن الله معاده 18 يناير يبقى مع جراحه هناك إن شاء الله علشان يتأكد. كانت فيه حاجات ديوتيز قليلة جدا هي اللي مطلوبة بتحافظ عليها لحد آخر مرة قبل من نيجي السفر، كانت فحص ركبته كان ممتاز جدا وجيد، ونتوقع إن هو هيبدأ يسمح له شوية بالتانية ومعدلات تانية أحسن وبتقويات تبدأ مسموح نبدأ ندخلها شوية. نتمنى ايضا كل السلامة لحمدي فتحي واحد من اللعيبة المؤثرة في النادي الاهلي، ونتمنى له كل التوفيق. عايز انتقل يعني احد اللاعبين المهمين ايضا واحد من ابناء النادي، كريم نيدفيد، برضه نطمن على كريم. وكريم نيدفيد يعني ممكن بعض الجماهير اصابته طولت شوية. صحيح كريم اصابته طولت الحقيقه، لانه في مرحله من مراحل تاهيله اللي تم في المانيا يعني ارادوا ان هم يعجلوا شويه برجوعه، فوجدوا ان الغشاء المبطن للركبه ما استحملش الحمل الازيد فبدا يلتهب، والامر دوت خلى كريم يرجع تاني للدكتور الجراح اللي اجرى ساعتها منظار. المنظار اثبت التئام الخياطه السابق عملها في الغضروف الخارجي، وعمل استئصال جزئي للغشاء المبطن لمفصل الركبه عشان يقلل من كميه الالتهاب. لوحظ في مرحله التاهيل الثانيه انه مع بدايات حمل ازيد او حاجه الركبه بتبدا ترشح. المساله ديت احنا ما بنفضلهاش الحقيقه، لان دي ممكن تعرض اللاعب لاصابه، فرجعنا خطوات للخلف تاني وبدانا البرنامج التاهيلي بتحميلات بطيئه وهاديه. الحمد لله اخر صوره انه بدا كريم يجري، ولما جري الحمد لله دوت ما عملش رد فعل على ركبته، لكن طبعا لسه في مراحل التاهيل في حاجات خاصه بالتردديات، حاجات خاصه بالقفز على الاقدام، حاجات خاصه بتغيير الاتجاهات، دي كلها احمال بتبقى على الركبه بتبقى محتاجة إعداد برضو جيد لها. الصورة الحمد لله النهاردة الصورة أحسن بكتير من قبل كده. أعتقد أن احنا إن شاء الله بإذن الله في ظرف 3 أسابيع 4 هنبدأ نبقى في الملعب على الأقل بنشتغل حاجات كويس إن شاء الله. بقى الرمضان صبحي عايزين نعرف آخر إصابة رمضان وصلت لحد فين، ويعني إمتى رمضان تاني يرجع للتمرينات الجماعية والملعب. رمضان كان مصاب بمزق في العضلة الخلفية، وكان المزق دوت كانت مساحته كبيرة مش قليلة، كان ليها قطر حوالي 60% من قطر الوتر كان مقطوع. الحمد لله آخر فحص اتعمل بين أن حوالي 80% من القطع اللي كان موجود ظهرت عليه علامات التئام جيدة. الحمد لله رمضان برضو بيعمل جزء من تأهيله بشكل جيد الحمد لله، وصلنا لمرحلة كويسة. أعتقد أنه إن شاء الله بإذن الله بعد ما هنرجع وبعد الماتش اللي هنعمله مع طنطا هيبدأ يدخل في مرحلة بقى أكتف شوية، يعني مرحلة نشطة في التأهيل، ممكن يبقى فيها الجري بشكل أحسن شوية، ممكن يبدأ فيها حاجات تتعمل يعني خاصة بمهام مركزه في الملعب. اتمنى له الشفاء العاجل، واعتقد يعني ممكن المجهود الكبير اللي بذله رمضان مع المنتخب المصري والمنتخب الوطني في بطوله افريقيا تحت 23 سنه اكيد كان مجهود وحمل كتير على رمضان. رمضان طبعا لاعب شاب صغير في السن وما شاء الله من اللاعبه الواعده، كابتن منتخب مصر للشباب الحقيقه، فطبعا يعني رمضان وجوده في منتخب او في فريق هيخليه يلعب 90 دقيقه يعني، فالحمد لله وهو يعني انرجيتك يعني هو عنده الطاقه دايما، فهو عايز دايما يبقى موجود. طبعا دي مساله هتبقى محتاجه كنترول شويه بعد رجوعه، ولازم يبقى فيها جدول تدوير خاص بيه علشان المساله دي بتبقى محتاجه طبعا شويه وقت للتعافي.
يبقى رمضان صبحي اقرب اللاعبين ان شاء الله للعوده الى الملاعب من اللعيبه المصابين. وده يعني اعتقد برضو حضرتك استغل وجود حضرتك كونك برضو نطمن يعني في عجاله ايضا على محمد محمود. في طبعا في اللعيبه عندنا حسين الشحات، لو احنا بنتكلم عن اللعيبه اللي موجودين في مصر الاقرب ان شاء الله للمشاركات، حسين ان شاء الله بيكمل جزء اخير في برنامج تاهيله، ومحمود وحيد برضو عنده جزء. حسين كان عنده التهاب في عظم الحوض وشويه التهاب في وتر العضله الضمه، ان شاء الله باذن الله لما نروح مصر يبقوا اكملوا جزء محترم جدا من برنامجهم التاهيلي ويبداوا يشاركوا بشكل فعال. محمود وحيد كان عنده كدمه في عظام القدم كانت منذره بشرخ اجهادي، فاضطرينا ان احنا نوقفه ونبدا نديله ادويه تحسن الكدمه العظميه ديت. فيعني الاثنين دول ممكن يبقوا قريبين اقرب من رمضان، يعني على ذكر نقطه رمضان الاقرب. يعني بالنسبه لمحمد محمود الحمد لله اجرى جراحه الحمد لله الصليبي وبيبقى في مراحل التاهيل دلوقتي اللي موجوده بتاعته. يعني الحقيقه انه ساعات بيبقى في مدارس في مراحل التاهيل، فهو محمد دلوقتي في مرحله تاهيل متقدمه يعني كويسه الحمد لله، وربنا ييسر الحال ان شاء الله. دكتور خالد اطلنا على حضرتك الحديث، ولكن نتمنى كل السلامه لكل لاعبي النادي الاهلي، وايضا نتمنى التوفيق لكل المجموعه الموجوده معانا هنا في زيمبابوي، وان شاء الله نبارك بعد فوز ان شاء الله الاهلي على فريق بلاتينيوم بإذن الله. سلامي للكل بإذن الله. شكرا. باشمهندس عادلي استاذ ابراهيم، ده كان لقائنا مع الدكتور خالد محمود طبيب فريق النادي الاهلي، قدرنا من خلاله يعني نجمع كل الامور ونعرف كل المعلومات عن اصابات لاعبي النادي الاهلي. نتمنى طبعا كل السلامه لكل لاعبي النادي الاهلي المصابين ويرجعوا بسرعه ان شاء الله الى الملاعب، وايضا اطمنا على الحاله الطبيه للاعبي النادي الاهلي الموجودين معانا والحاله الفنيه ان شاء الله. زي ما قلنا حاله من الحاله الفنيه، الحاله اللي عليها لاعبي النادي الاهلي، حاله الجاهزيه العاليه اللي عليها لاعبي النادي الاهلي ان شاء الله، في انتظار ملاقات فريق بلاتينيوم. نتمنى كل التوفيق لفريق النادي الاهلي. زي ما قلت لحضرتك باشمهندس عادلي، اللاعبين الجميع هنا يعني في قمه التركيز في قمه الاصرار والحماس على احراز 3 نقاط والفوز على فريق بلاتينيوم من اجل اسعاد كل الجماهير النادي الاهلي. كل ده لازمته باشمهندس عادلي والاستاذ ابراهيم المنيسي.